بتوجيه من السيد مدير بلدية الموصل المحترم وإشراف شعبة المشاريع في بلدية الموصل، نقوم بتأهيل لوبات الجسر الثالث من جهة الأيمن، والعمل يتضمن الأعمال الزراعية ورمل البستان وزراعة الأشجار ورصف الاشتاجر المتضرر، ونحن في المراحل النهائية من العمل، وإن شاء الله ينتهي العمل خلال أيام قليلة جدا بالتزامن مع تأهيل النفق في الجسر الثالث من جهة الأيمن. انتوا يعني ما لكم علاقه بالنفق؟ ما لنا علاقه بالنفق، احنا مجرد تاهيل لوبات مال الجسر الثالث. والله تقريبا حدود 10 لوبات، يعني هو موقع متكامل. يعني تكون معوقات بعملكم؟ لا توجد لدينا معوقات، والمعوقات اللي واجهتنا شعبه المشاريع كلها متعاونه ويانا وذللناها، وان شاء الله راح نقوم بالعمل على اكمل وجه. تواصل دائرة البلدية معكم؟ متواصلين جدا وبإشرافهم، والمهندسين متواجدين ويانا، وأي حالة نحتاجها أو أي معوق يكونون معنا هم ومتعاونين جدا بالعمل. راح تكون بهن أخورات لو فقط مية؟ لا لا، فقط زراعة الأشجار ومنظومة تنقيط بسيطة يعني على شكل رش.